في ظروف غير تلك التي تلائم البشر يضطر أهالي غزة للعيش في رحلة النزوح التي فرضت عليهم منذ 7 من تشرين الأول 2023. هنا في إحدى المدارس في قطاع غزة والتي نجت أجزاء منها، فرش النازحون ما تبقى من أغراضهم التي انتشلوها من تحت أنقاض منازلهم مع غياب المساعدات الأممية. وضع المدرسة سيء سيء، الوضع المعيشي سيء، الوضع كله ما فيش شيء ناكل، ما فيش نشرب، انت شايف؟ يعني بروح إذا كان معاه 2 شيكل بروح يشتري له حبة برتقال بسد عن الأكل شوية، بعدين طب كيف بده يعيش؟ اللي زي هذا إحنا ممكن إحنا يا يعني كبار نصوم 10 أيام مع بعض وما ناكلش، بس هدول من وين بدهم ياكلوا؟ اليوم والله اليوم طبخنا اللي هو كان فيه شوية عدس مع شوية رز وطبخناهم، نكون صادق يعني هذا آخر أكلة من الأكلة الفاخرة اللي هي الرز مع العدس، وبعد ذلك الله يعلم ماذا نأكل. سؤال لا تعرف الإجابة عليه، حيث يواجه أكثر من 500,000 شخص في قطاع غزة ظروف جوع كارثية وفق ما ورد في تقرير مشترك لمقياس التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي. قبل الحرب يعني وإحنا في الشمال كنا في دورنا طبعا يعني، أما اليوم تبهدلنا، لما جينا هين جينا من المغازل تبهدلنا، وهينا جينا هين تبهدلنا، وهاي المي بتشتي علينا وبنغرق كل يوم 100 مرة. أقل ما فيها مأوى أحسن من هيك. أنت اليوم الشتاء عليك من فوق من الجنب من العريشة، يعني مش عارف إيش أقول لك، العريشة من فوق بتدلف عليك مية، من تحت بتدلف مية، على الأرض مية لاصة، بقول لك سببنا في الأمراض للولاد الصغار، نزلة معوية للولاد الصغار، سخونة، يعني أمراض لا توصف، مش عارفين إيش أسميها صارت مع الأطفال. وتؤكد منظمة اليونيسف أن الرضع والأطفال هم الأكثر تضرراً في هذه الحرب، حيث لا يتمكن الأهالي من الحصول على الأدوية وحليب الأطفال، ما يدفعهم إلى البحث عن بدائل غير آمنة. كارثة إنسانية تكرسها محاولة الاحتلال تركيع الأونيروا بإنهاء منظمة تشكل إلى اليوم محور استمرار حياة اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في حرب كما الحرب الحالية، حيث يعتبر الفلسطينيون التماهي مع هذه المحاولة مؤامرة أخرى لقتلهم.